ليلة اغتيال عادل إمام بأمر مباشر من القذافي من قلب ليبيا. القذافي أمر باغتيال عادل إمام بأمر مباشر منه، إمتى وليه وإزاي؟ ومين الراجل اللي راح في الرجلين في نهاية الموضوع؟ أسرار هتعرفها لأول مرة هنا وبس. عادل إمام قيمة فنية مصرية وعربية وعالمية كبيرة جدا جدا جدا، والقذافي رئيس دولة ليبيا السابق. القذافي كان من الأشخاص متقلبين المزاج، ما كنتش تعرف تصنف القذافي تصنيف يليق بيه. بيقول محمد عشوب من نظام أنور السادات ومن المقربين جدا جدا لأنور السادات والعقدة على الراوي، ليلة اغتيال عادل إمام بأمر مباشر من القذافي من قلب ليبيا. بيقول محمد عشوب ان عادل إمام بدأ يعرض مسرحية الزعيم لأغلب الظن كان مقتبس حاجات من الرئيس الليبي معمر القذافي، مقتبس حاجات من شخصيته. وفي سبيلكم ولم نتعاطى مع ما تدري ترى كده ما في غير من منين ما في غير زي اوباما ابو عمامه اصلا ابو عمامه مش ابو عمامه بس اوباما. انت عندك اتصالات جيده، عندك بنيه تحتيه جيده، عندك مواصلات جيده واتصالات. وبعد النجاح التاريخي اللي حققته مسرحيه الزعيم، بدا ناس مقربه من النظام الليبي ونظام معمر القذافي يروحوا يقولوا له خلي بالك ان عادل امام بيتريق عليك في مسرحيته الجديده ومخليك نيله خالص. وهنا كان معمر القذافي الله يرحمه من الناس اللي بتسخن بسرعه. بعد ليبيين يتفرجوا على المسرحيه ورجعوا قالوا له ان عادل امام يخليك اضحوكه للعالم كله. وهنا سخن القذافي، هوب يلا نعمل خطه لاغتيال عادل امام. وكانت الخطه كالتالي، احنا هنجيب عادل امام والفرقه بتاعته يعرضوا المسرحيه في ليبيا، وسط ما العرض شغال هيطلع عيال بلطجيه يضربوا عادل امام بالرصاص، وكده يبقى خلصنا منه. وبدا النظام الليبي يتواصل مع مدير مسرحيه الزعيم ان احنا ما تيجي تعملوا المسرحيه في ليبيا، وبالفعل اتفقوا على كل حاجه حتى الماديات. ولكن في 48 ساعة فرقوا في حياة عادل إمام وفي خطة اغتيال عادل إمام بأمر مباشر من القذافي. كان في شخص مقرب جدا من النظام الليبي ومن الدائرة المخصصة بمعامل القذافي، برضه مقرب من المخابرات الليبية، وكان صديق محمد عشوب. أول لما عرف خطة اغتيال أو نية اغتيال عادل إمام من النظام الليبي، بسرعة راح لمحمد عشوب وقال له وانت هتجيب عادل امام هنا حاول تلغي الموضوع وحاول تمنع ان عادل امام يجي ليبيا بأي شكل وبأي وسيلة. رد عليه عشوب قال له ليه؟ قال له عشان لو انت جبت عادل امام هنا هتعمل مشكلة دبلوماسية عربية كبيرة قوي، ممكن توصل لحد الحرب بين دولتين عشان هيختالوا عادل امام لو جه ليبيا. وعادل امام مش مواطن عربي بسيط او مواطن مصري عادي، ده عادل امام. ومن هنا محمد عشوب حاول يتواصل مع عادل امام، لكن ساعتها الاتصالات كانت ضعيفه مش زي دلوقتي، وحاول يتواصل باي حد من مصر هو كان موجود في ليبيا، لكن الموضوع كان صعب. ما كانش قدامه غير طريقه واحده بس، الا وهي وزير الاعلام الليبي عبد الله منصور، واللي كان معروف عليه حبه الشديد جدا 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 لمصر المصريين. راح له محمد عشوب وحكى له اللي حصل. عشان حب الوزير عبد الله منصور لمصر اصدر قرار بمنع الحفلات في ليبيا. هنا اتوقفت فكره ان عادل امام يجي يعمل مسرحيه الزعيم في ليبيا. هل تتخيل ان القذافي سكت؟ لا، الوزير عبد الله منصور تم عزله من منصبه، تم اعتقاله. وزير عبد الله منصور اللي ضحى بمنصبه ووضعه الاجتماعي عشان حبه لمصر. تعالى نفترض الأسوأ ونقدر الأسوأ. لو كان وقدر لعادل امام انه يروح ليبيا وهناك تم اغتيال عادل امام او نجحت خطه اغتياله، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ حط نفسك انت كانك في منصب حساس او مسؤول كبير في الوطن العربي او صاحب منصب كبير في مصر، ايه القرار اللي كنت ممكن تاخده بعد اغتيال عادل امام من النظام الليبي؟ اكتب لنا في الكومنتات القرار اللي كنت هتاخده بعد
اغتيال عادل امام من النظام الليبي. كده وصلنا لنهايه حلقتنا، وبما انك وصلت لنهايه الفيديو فاكيد الفيديو عجبك. يبقى المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك انك تعمل لايك وشير لو انت بتتفرج على الفيسبوك، ولو انت بتتفرج على اليوتيوب برضو تعمل لايك وشير وتشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد من قناة احمد ربيع. كده وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. كان معكم احمد ربيع من مكان ما من المحروسة.